مساء الخير، اهلا بحضرتك في منتدى شباب العالم. كنت عايز اعرف اسم حضرتك الاول. حسن سالم، من ابناء شرم الشيخ، ابناء قبائل جنوب سيناء، ممثل عن الشباب جنوب سيناء في منتدى شباب العالم. شباب جنوب سيناء اول مره يحضروا المنتدى السنه دي؟ والله هو احنا شاركنا في المؤتمر اللي فات، فطبعا جاءت كورونا، فالحمد لله السنه دي فتح المؤتمر وكان لنا برضه تشريف الحضور يعني في المنتدى الشباب. طيب انت ايه رايك في المؤتمر والتنظيم؟ والله على اعلى مستوى. ثانيا ده منصه تنطلق منها الشباب وتبادل الثقافات وتصدر صوره عن جمهوريه مصر العربيه وعن مدينه السلام شرم الشيخ بالامن والامان وعلى كل ما هو في التطوير المناسب للمدينة في شرم الشيخ. شباب جنوب سيناء السنة دي استفادوا ايه من المنتدى؟ والله استفدنا حاجات كتير. اولا كل الناس دلوقتي بتتكلم عن جائحة كورونا وازاي نتخطى وازاي نتعايش في المواضيع في الجائحة وازاي ما نسبة تأثيرها وما نسبة التخلص من المجتمعات، دايما ندي امل للمستقبل. الحمد لله.